ولكن بيجمعهم إحساس واحد، شعور واحد، هو الأمل. الأمل في رجوعنا للحياة الطبيعية.
فعلا بلمتنا تقدر تعيش الفكرة، وبإيدينا نقدر نرسم بكرة. السحر مش بس كل شيء خارق وغير قابل للتفسير، السحر كمان ممكن نلمسه في جمال الأشياء من حوالينا، في تنوعها، في تفاصيلنا المركبة كبشر، في الطبيعة، المخلوقات، وحتى في الأماكن اللي بنرتبط بيها زي شرم الشيخ، مدينة السحر. في الفقرة اللي جاية هنتعرف على مدرسة جديدة من فنون السحر بتمزج بين حركات السحر التقليدية وأساليب التكنولوجيا الحديثة، مع ساحر جاينا من فرنسا صاحب الأصول الجزائرية. أرجوكم رحبوا معايا بمولا. Hello everyone, it's a dream for me to come here. I always dream to come to Egypt, and now it's a dream come true. But in my dream, I will never expect having everybody when I will arrive for first day in Egypt. Thank you guys to invite me. And Egypt is magical. Like, for example, in the air, I was here this morning, and what I find coin coming like this. And the coin can disappear also like this. I don't know where is the coin now. But today, we are on the World Young Forum, and we are on the World Young Theater in the city of Sharm El Sheikh. And this morning, I took some pictures of Sharm El Sheikh. And I really love this peaceful and magical place. And we will blend the magic and technology, and I will bring you to my world of magic and technology with Egypt. Thank you.
Thank you, guys. So now what I want to do, is try something special. I think everybody has a phone. Everybody has a phone. So can you just show me your phone like this? And I will select one phone. Okay. Yes. Oh, beautiful phone here. إذا هناك تليفون رائع هنا. إذا هل تقف وتأتي معي هنا على المنصة على المسرح برجاء التصفيق له؟ بالتصفيق لها برجاء فتح التليفون ثم ستأتي هنا على المسرح. السؤال الأول، ما اسمك؟ تراندا. تراندا. ساندرا. راندا. إذن أشكرك على المشاركة هنا على خشبة المسرح. السؤال الأول، إذا قمت بفتح التليفون هل أستطيع قراءة ما يحتويه على التليفون؟ نعم تستطيع. إذن سأظهر هنا الصورة، هذه هي الكاميرا حتى يستطيع أن يرى الجميع ما محتوى التليفون. إذن سأقوم بفتح التطبيقات، هناك الكثير من التطبيقات، لديك الكثير من التطبيقات. إذا كان لديك هنا تطبيق ماكدونالدز. إذن أستطيع أن أرى تطبيق ماكدونالدز، هناك تطبيقات أخرى، تطبيق للعب الموسيقى. إذن أول شيء سأقوم به هنا هو أن سأقوم بحماية التليفون حتى أتأكد أنه لن تحدث أي مشكلة. إذن برجاء أن تأتي معي هنا. إذن واحد، اثنان، ثلاثة. إذن التليفون الآن داخل البالونة. التليفون بالكامل داخل البالونة. وهل أستطيع أن أضعه على الأرض؟ لا، لا تستطيع. إذن ما هذا؟ هذا شاكوش، مطرقة ثقيلة. إذن هي مطرقة حقيقية. نعم. إذن لن أضع تليفونك. هل هو تليفون جيد؟ هل أستطيع أن أدق بالمطرقة؟ فقط قليلا سيكون. أنا ساحر، وأنا ساحر محترف. إذن ستكون طرقة خفيفة. واحد، اثنين، ثلاثة. توقف. أعتقد أن التليفون ما زال سليما. لا يبدو هذا، ولكن أستطيع إصلاحه. تعالي هنا، لدي معداتي الخاصة لإصلاح التليفون. هذا خلاط. إذن سأضع التليفون هنا داخل الخلاط. تستطيعين اختيار رقم من 1 إلى 5 4. إذن برجاء الرجوع إلى الخلف، لأن من الممكن أن الأمر يكون خطيرا بعض الشيء. 1 2 3 4. توقف أرجوك. إذن لقد قمت بخلط التليفون، وأعتقد أنه تم إصلاحه الآن. هل تودين التأكد؟ خلطه؟ نعم. إذن نستطيع أن نلعب على الشاشة الآن. إذن هنا، قفي هنا. إذن فلننظر. هذا التليفون سليم. هذا هو تليفونك. هل نستطيع تكبير الصورة؟ وكل التطبيقات موجودة، ماكدونالدز وجراج وغيرها من التطبيقات. هل هذا هو تليفونك؟ نعم، هذا هو تليفونها. إذن تستطيعين الآن تصغير الصورة. أصغر.
أصغر. إذن وتستطيعين كذلك قلب الصورة. إذن هل تأتي معي؟ ونستطيع أن نرى ماذا ما زال التليفون يعمل أم لا. هل تودين التجربة؟ نعم. أستطيع أن أرى التليفون ولكن لا أستطيع لمسه. إذن ما سنقوم به الآن، إذن واحد اثنان ثلاثة جميعا فلنقم بهذه الحركة. واحد اثنين ثلاثة. إذن سنأخذ صورة مع التليفون، تليفونها. إذن لا تتحركي، استعدوا جميعا. واحد اثنين ثلاثة. واحد اثنين ثلاثة. هيا جميعا. انتهى الأمر. برجاء إعطائي تليفوني مرة أخرى. ظننت أنك تريدين مشاهدة الصورة، فقط قومي بقلب الصورة. ممتاز. إذا لقد قمت بتكبير التليفون، ونحن هنا، الصورة هنا موجودة من المسرح معنا الجميع. رائع، أشكرك. الجميع هنا ظاهر في الصورة. ربما تريدين استعادة تليفونك. نعم، إذا سأحاول. هل تريدين هذا الحجم أم أصغر؟ أصغر. إذا فلتأتي معي إلى هذه الناحية. إذا ولنلقي نظرة. سندفع سويا من كل جانب. هل هذا الحجم مناسب؟ أصغر. إذا سنقوم بتصغير ولا تقلقي. واحد اثنان ثلاثة. تذكروا أنه لم يكن هناك شيء في يدي، والآن أستطيع أن أجعله يختفي تليفونها. ولكن لدي هدية هنا، هل تستطيعين رؤية هذه الهدية الجميلة؟ إنها هدية لك. هذا في هذا الصندوق سنجد مكتوب عليه منتدى شباب العالم، وهذا الصندوق كان موجودا منذ البداية، ونستطيع أن نرى ماذا ما يوجد داخل الصندوق. داخل الصندوق لدينا شيء لك، فلتلقي نظرة. هدية، هذه هدية داخل الهدية. وإذا ما فتحنا هذه الهدية، ما الذي تشاهدينه أو ما الذي ترينه هنا؟ صندوق آخر. فلنلقي نظرة، هل تستطيعين فتح هذا الصندوق؟ إذا ماذا يوجد داخل هذا الصندوق؟ تليفونك. تليفونك موجود هنا في هذه في هذا الصندوق. هل هذا هو تليفونك؟ نعم. إذا لقد كان التليفون موجود على الشاشة ولقد أخذنا الصورة. إذا برجاء التأكد أن الصورة موجودة داخل التليفون. هل تستطيعين مشاركتنا الصورة الأخيرة؟ إذا الصورة الأخيرة. إذا برجاء وضعها هنا تحت الكاميرا حتى يستطيع الجميع أن يشاهدها. هذه الصورة التي رأيناها على الشاشة، صورتنا الليلة، صورتنا هنا من على هذا المسرح. لقد نجحنا. شكرا، شكرا لك. أشكركم جميعا. لقد كان من دواعي سروري أن أقدم هذا العرض اليوم، وأراكم قريبا. وقبل أن أرحل أود أن أقول أحبكم وأحب مصر. شكرا. ومن السحر للموسيقى، أكتر فن بيعبر عن مشاعرنا، وعشان كده
الكاتب الألماني جوتا قال: كل الفنون تسعى لأن تكون موسيقى. دقات القلب نفسها إيقاع، وده اللي بيأكد أن علاقتنا كبشر بالموسيقى أكبر بكتير مما نتصور. الموسيقى فن رغم حريته، إلا أنه بيفضل دايماً ملتزم ببعض القواعد اللي بتنظمه، زي الموازير، المقامات والإيقاع. في الفقرة اللي جاية هنسمع ونشوف فريق من جنوب إفريقيا هيقدموا الغنى والاستعراض الأفرو، ولكن بأسلوب جديد، وأهم شيء بيميزهم هو الإيقاع. أرجوكم رحبوا معايا بنودلوفو. Bonza negrirata, si comba nell'uzzana, si comba nell'uzzana, hai bonza negrirata. Think about it, there must be high love, down in the heart of me, it's not but without it, life was a waste of time. Look inside your heart and learn what's inside mine. Things look so bad. In this whole world, what is there? Uwa-i-e-o. We walk the blind and we try to see. In the katsa-zeki-e-o. Falling behind of what could be. Was it all in the soul? Bring me a higher love. Bring me a higher love.
السيدات والسادة، فاصل قصير ونواصل من بعده فعاليات افتتاح مسرح شباب العالم في دورته الثالثة. منتدى شباب العالم هنا في شرم الشيخ، شباب موجودين من اكثر من 196 دولة، الاف الشباب موجودين في مكان واحد بعد سنتين صعبين جدا مروا بالعالم كله بعد أزمة كورونا. عملنا عدد كبير من اللقاءات مع عدد كبير من الشباب، حرصنا يبقوا متنوعين من اكثر من دولة، من افريقيا، من اسيا، من امريكا الشمالية، من امريكا الجنوبية. تعالوا مع بعض نسمع الشباب اللي من كل الدنيا قالوا ايه هنا في شرم الشيخ. هو أصلاً مثل ما أنت ذكرت، هل 190 دولة يكونون بس في مكان واحد، أنت أنجزت شيء، أن عرفت تجمع كل هالناس مع بعض، أن قدرت ما تخلي يكون في اختلاف وفي تبادل في الثقافات وفي الآراء، هذا إنجاز بنفسه. بعدين الجلسات الثانية هاي تضيف أكيد يعني. من المهم جداً أن نناقش مشكلات تحدث على الأرض في عدة بلدان، وأن نتشارك بآرائنا الخاصة وفقا للمعرفة التي يتمتع بها كل شخص في كل مجتمع، وأن نسعى جميعا لإيجاد حلول لهذه المشكلات. المنتدى أكثر من رائع، كنت أتصور أن تحقيق هذا المنتدى حلم وقد تحول إلى حقيقة بالفعل. هذه هي المشاركة الثانية لي في منتدى شباب العالم، ولابد أن أذكر أن المنتدى يتطور بشكل ملحوظ كل عام، التنظيم يصبح أكبر وأكبر، وأنا سعيد جدا أن الأمم المتحدة أدرجت هذا المنتدى ضمن فعالياتها المعتمدة. بصراحة لم أكن أتوقع أن يتم تنظيم هذا المنتدى هذا العام، لكن الأمر تحقق وهذا كان خبرا سعيدا للجميع. كل البلدان في أمس الحاجة إلى الاتحاد لمواجهة وباء كورونا، ويمكن أن تلحظ مدى دقة التنظيم هنا خلال كل الفعاليات. الجميع يسعى إلى مناقشة كافة مستجدات الوباء وإيجاد حلول للتغلب عليه، وأنا سعيد جدا لرؤية هذا التجمع الكبير من كل البلاد، لأنه خلال العامين الماضيين لن نرى هذا العدد مجتمع في مكان واحد، كنا في حاجة إلى إعادة الاتصال مع العالم. هذه هي المشاركة الثانية لي في منتدى شباب العالم في شرم الشيخ، وأنا سعيد بالتواجد هنا بعد غياب المنتدى العام الماضي بسبب ظروف الوباء العالمي، وسعيد بلقاء كل الشباب من مختلف دول العالم. ونسعى خلال فعاليات المنتدى على التركيز حول كيفية التصدي لأي وباء قد يظهر في المستقبل. Prevent such kind of epidemic maybe in the future. It's very heartbreaking for everyone, like we are facing this type. من المهم جدا هذا التواجد لكل الشباب العالم. هنا فرصة رائعة لنا لاستغلال هذه المنصة العالمية للقاء أشخاص من كل العالم والتعرف على تجاربهم والطرق التي واجهوا بها وباء كورونا. ومن الرائع أن تتواجد في مكان وأنت تعلم أن الجميع قد تلقى اللقاح والكل أجرى مساحات طبية، تشعر بطمأنينة كبيرة ربما لم نشعر بها منذ بدء انتشار الوباء. أنا مندهش بالمنتدى حتى الآن، الشباب هنا لديهم أفكار رائعة، وأشعر بالتحدي وبالإلهام، وفكرة أن تجمع هذا العدد من الشباب من كل دول العالم تقريبا ويجلسون سويا من أجل الابتكار، هذه بالطبع فكرة رائعة وإيجابية. المنتدى أكثر من رائع وجامع لعدد كبير من كل دول العالم. أنا سعيد بالتعرف على ثقافات مختلفة وعادات وتقاليد لم أكن أعرف عنها شيئا. لدينا الكثير من النقاشات الرائعة، والكل يعاملنا هنا معاملة الملوك. مصر دولة تعرف كيف ترحب بضيوفها. المنتدى أكثر من رائع، والرسالة التي سوف تصل للعالم أجمع أن الشباب قادر على الإبداع والابتكار.
كان في تعليمات جدا صارمه بخصوص البي سي ار تيست، لازم يكون خلال 48 ساعه من ساعه الوصول لغايه 48 ساعه لغايه منتهي المؤتمر. بالكم الاشخاص الهائل الموجود بهذا المؤتمر عم بشوف ترتيب عالي، بشوف في جهود متعوبة على هذا الموضوع، طبعا التنسيق طبعا مع الحكومه المصريه بهذا الشيء. جدا فخور واول مره بوصل بحضر هيك مؤتمر مبهر، وانا مش مصدق اوصل بس على الاردن اخبر اصحابي وناسي واهلي على اللي بشوفه هون، جهود مصريه جباره، بشكركم من كل قلبي. سيدات والسادة، أهلا بحضراتكم من جديد. ما فيش أي شك إن جائحة كورونا أصبحت موضوع رئيسي في إبداع فنانين كتير. تقريبا زي كل حدث صعب ومصيري مر على الإنسانية، أجيال بتتأثر وبتعبر عنه من الزاوية اللي شافوه منها، وده اللي خلى المخرج المصري خالد جلال يتناوله في مسرحية جديدة. أعزائي الحضور، النهاردة ولأول مرة على مسرح شباب العالم في دورته الثالثة، هنقدم لحضراتكم أول عرض مسرحي عن جائحة كورونا بتوقيع مخرج مبدع وصاحب رؤية وبمشاركات دولية بتشمل 14 جنسية مختلفة. أنا بشكر حضراتكم جدا وبتمنى لكم جميعا مشاهدة ممتعة. شكرا. From the beginning, from the very beginning. Nous sommes ici aujourd'hui pour vous raconter l'histoire depuis le début, depuis le tout début. Nós estamos aqui para contar a história do começo, o verdadeiro começo. Мы пришли сюда, чтобы рассказать вам историю сначала, самого начала. احنا هنا النهارده عشان نحكي لكم الحكاية من أولها، من أولها خالص. هو إحنا في البداية كنا إيه؟ كنا واحد كان وحيد جات له واحدة، بقينا ناس أرض واسعة ودنيا عيد، والفرح بين البشر هو الأساس. غيرت كل الوعود، أرضنا الواسعة اترسم منها الخطوط، بس فجأة اتغيرت كل الوعود، أرضنا الواسعة اترسم منها الخطوط، بقينا ألحان كلها بقى في نشاز، بقى في معاني.
بقى في حرب وخوف وضمار، في احرار وكمان اشرار. فجأة الكون الواحد اصبح نقص بسببنا الملايين. كل ده وسط الحروب والإرهاب والعنصرية والتنمر والتطرف والكراهية والأنانية والقتل والعنف والخوف والطمع والاستغلال والمتاجرة بالبشر، وسط كل ده ظهرت حاجة صغيرة جدا، صغيرة حتى لدرجة إنك ما تقدرش تشوفها بعينيك. كتفت العالم كله، قعدت كل الناس دي في البيت. انا هحكي لكم الحكاية من اولها. I am going to tell you the story from the beginning. Eu vou contar a história do começo. Saya akan menceritakan ceritanya dari awal. Nancy sehikaya na balindandam shajam. الحكايه ابتدت في يوم جميل. The story started on a beautiful day. A história começa num dia lindo. Ceritanya dimulai di hari yang indah. Hikaya güzel bir günden başladı. جميل أوي. A very beautiful day. Un día mismo lindo. Di hari yang sangat indah. Çok güzel bir günden. We'll be right back.
كل البيبان واتعزلنا. قريتنا صغيرة وزحمة جدا وسكانها كتير وحكاياتهم أكتر، ورغم اختلاف ألوانهم وأشكالهم وأفكارهم بس حكاياتهم في كل مكان كانت شبه بعض. يعني مثلا في بداية القصة دي كان في حكايات كتير في المطارات والناس اللي في المطارات. أخيرا أخيرا خلصت دراستي وبرجع لبلادي، بلاد النور اليمن، ومعايا شهادة كبيرة ممكن وزنها يكون زايد. اتفضل تذكرة السفر. ما تسواش حاجة؟ ليش ما تسواش حاجة؟ اغلقتك؟ حضرت تجول؟ وباء عالمي اسمه كورونا؟ تمام، رجعني على آخر طيارة حتى لو اتعلق بديلي. تمام تمام، تفرق تفرق لو ضغطت. ألو أخي، منعوني من السفر، عندنا مرض خطير انتشر. وصل لعندكم بهذه السرعة؟ وقول البعض وقول جدتي وقولوا لي أنا جبت الشهادة. أخي أخي، يقولوا أن أنا عالقة. أنا تعبت من الألقاب، مرة عالقة مرة مغتربة والآن مش محصنة. أنا كل اللي أشتي أن أنا أرجع لكم، أنا ما أشتيش ألقاب، أنا أشتي أرجع بس. يا رب اجمعني بهم كما جمعت يوسف بيعقوب. يا رب اجمعني بهم كما جمعت يوسف بيعقوب. اجمعني بهم كما جمعت يوسف بيعقوب. المطارات والناس اللي فضلوا في المطارات. كان فيها كل الأطياف والألوان، كان فيها الغني والفقير، الأبيض والأسود، اللي فوق واللي تحت، وكمان كان فيها التاجر الجشع اللي عنده كل حاجة. عيلة غريبة، راجل غريب وولاده أغرب. لميتوا كل الكمانات اللي في السوق؟ لمينا يا بابا. واشتريتوا كل الكحول؟ اشترينا يا بابا. أنابيب الأكسجين سحبتوها؟ سحبنا يا بابا. خبتوهم؟ خبينا يا بابا. الحمد لله، انا كده اطمنت على الناس. وزي ما القريه كان فيها التاجر الجشع اللي عنده كل حاجه، كان فيها الغلابه اللي ما عندهمش اي حاجه. احنا ما كناش عايزين حاجه، كل اللي كنا عايزينه كمامه واحده بس. لفيت في كل حته ما لقيتش ولا واحده. ابويا بيموت ولازم ينزل ياخد العلاج، طب اعمل ايه؟ فكرت تروح لجارها عشان تستنجد بيه. الحقوني ارجوك اتوصل اليك، اديني كمامك، ماما واحده بس. ابويا بيموت ولازم ينزل ياخد العلاج، اتوصل اليه. لا حول ولا قوه الا بالله. صدقيني يا بنتي، البنت لو كان فيك ماما واحده بس ما كنتش عزتها عنك ابدا. صح يا ولاد؟ صح يا بابا. يعني مش هتديني كمامه؟ مفيش. مش كفاية انك واخد شقتنا انت وولادك وطردنا برا؟ انا؟ احنا؟ اه. الله يسامحك. طب انا هشتكيك للعمدة. وراحت للعمدة عشان تشتكيك. هلو، هاو ار يو؟ فاين ثانك يو، ويلكم ويلكم. انا عندي شكوى. من مين؟ ده. ايوه يعني من مين؟ بتقولك ده 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 كله اللي ده. طب ده اطيب واحد في القرية. جنبه يا بنت، واوعي تلمسيه، اوعي. كله اللي ده، كله اللي ده، كله اللي ده. ورجعت المسكينة غلبانة محتاجة. يعني ايه؟ يعني لا كمامة ولا حقنة
حد يحمينا؟ يعني ايه؟ يعني الموت؟ كانت خايفة، كلنا كنا خايفين، بس في الأزمات كل البيبان ممكن تتقفل إلا باب واحد دايما مفتوح. المرض موجود في كل حته. انا هنزل اودي ابويا ياخد الحقنه، استرها معانا. ملناش غيرك يا رب، ملناش غيرك يا رب. جينا Сохрани нас, Господи, мы нуждаемся в Тебе. ونستنى الفرج، وبدأ الحجر العالمي الكوارنتين. وأول ما قعدنا في البيوت بدأت المشاكل بقى، يعني مثلا الأمهات
your mask! 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 Yalla yalla! Stop! إيه؟ Where is your mask? هي بتقول إيه؟ انتوا هل انتوا هل؟ بقى رشا بقى رشا ايوه حلوة قوي كده يلا يلا Stop! إيه تاني؟ Why are you not 6 feet up? متر ونص هو والله متر ونص ايه يا ولاد مزعلين ماما ليه؟ لا كده عيب بصراحه اه والله كده عيب يلا الامهات في الوقت ده في قريتنا جننوا ولادهم بس بصراحه هم عندهم حق ما هو الماسك حاجه مهمه جدا وبعدين احنا ما شاء الله احسن ناس تلبس الماسك صح حاجه يعني ما شاء الله ده انا فاكر لما جابوا لنا الدكتور الخبير عشان يعلمنا ازاي نلبس الماسك والحقيقه راجل كان متفاعل معانا جدا وكان بيتكلم بمنتهى الهدوء بس بس استاذ ايه ده ماسك قلت لك عارفين فيز ماسك خيط مار زو المفروض ان الماسك بيتلبس كده وما بيتلبس كده ولا بيتلبس كده واكيد طبعا ما بيتلبسش كده بدأ بقى رغي كتير والفتي والكلام انا مش فاهم كانوا بيجيبوا الكلام ده منين بصل ايه؟ انتوا بتجيبوا الكلام ده منين؟ فهمت بقى علي شويه برد
شوية حرق. فهمت. على شوية بصل بقى وشوية ثوم وإيه؟ مش عايزك تقلق خالص يا علي. بص يا علي، أنت لازم تأمن نفسك وتشتري بقى كحول على كمامات على أنابيب أكسجين، والحاجات دي كلها مش هتلاقيها موجودة غير عندنا. بص يا علي، أنا هنصحك نصيحة. أنا مش عايزك تقلق يا علي. أنا مش عايزك تقلق، مش عايزك تقلق ثانية، ليه بس دمك تحرق راحت بالك بالدنيا. أنا مش عايزك تقلق، مش عايزك تقلق ثانية، ليه بس دمك تحرق راحت بالك بالدنيا. أجيال من الفيروس جاي بتعيش في الهوا والمية، فتاك عنيفة قوية هتصيبك 100% لو تحرقها بالنار. مع عينيها شرار تقف على باب الدار وتقولك أنا دوري هيبدأ، لكن مش عايزك تقلق خالص. أنا مش عايزك تقلق، مش عايزك تقلق ثانية، ليه بس دمك تحرق راح بالك بالدنيا. بكرة الأوبئة دي هتكتر والأحداث طبعا أخطر، ولا ده ولا مصل هيقدر انسى كان غيرك أشطر. لو حسيت مرة صداع أو ضفرة هتنفص بار، معناها المرض اتمكن وفي ثانية الميكروب يسيبك، لكن مش عايزك تقلق خالص. أنا مش عايزك تقلق، مش عايزك تقلق ثانية، ليه بس دمك تحرق راحت بالك بالدنيا. أنا مش عايزك تقلق، مش عايزك تقلق ثانية، ليه بس دمك تحرق راحت. حبيب قلبي بابي، اخيرا طمرت فيك تربيتي. بس انا ما حدش يتكلم عني يا بابا. معقوله؟ اه والله. كمان يا بابا لسه حكايتي ما اتحكتش. انت مش مهم. ولا انا يا بابي، ما حدش يتكلم عني خالص. حكايتك انت انا اللي هحكيها يا روح قلبي بابي. طب وبعدين يا بابا هنعمل ايه دلوقتي؟ انت يا بتاع الحكايات، تعالى هنا. ابدا انت يا ابني انت. ايه؟ وبعدين يعني معاك؟ انا قاعد سامعك من الصبح وساكت، عمال تتكلم عن الأمهات والمطارات والإنسانية والخير وحاجات ما تخصناش خالص. الإنسانية ما تخصناش؟ تخصك أنت جايز، لكن أنا ما تخصنيش. الإنسانية تخصك يا بابا. يعني إيه إنسانية؟ أهو ما يعرفش عنها حاجة. وبعدين أنت اتكلمت عن كل الحاجات دي ونسيت تتكلم عن أهم حاجة، البورصة. هو حضرتك البورصة؟ أنا شغال على البورصة، أنا راجل بتاع بورصة وما يهمنيش العواطف. وصاحب القرش الصياد لما حصلت الأزمة والمصانع كلها قفلت والناس كلها قالت يا دي المصيبة، أنا قلت يا دي الساعة، يا دي الهنا، وحسيت إن دي فرصة جات لي على طبق من ده. كله هيقفل ومحدش هيشتغل غيري، كله هيخاف ويترعب والسوق كله هيبقى في إيدي. وعلى رأي المثل، مصائب قوم عند قوم فوائده. العالم ما فيهوش مكان لضعيف، والشاطر هو اللي يعرف يستغل الفرصة. على فكرة أنا مش وحش، أنا بس عارف إن مش كلنا واحد، في ناس فوق وناس تحت، ناس تبيع وناس تتباع، تشتري، ناس تخطط وناس تنفذ، ناس تعيش وناس كتير لازم تموت. ويزعل كله
لا لا بقول لك ايه معلش بس ثانيه واحده بعد اذن حضرتك بس ده حاجه ولا ايه؟ معلش حضرتك ممكن تقول لنا الجمله اللي قلتها قبل الاغنيه العظيمه دي الاغنيه اللي فيها كله هيقفل وخلاص والانسانيه ما تخصناش يا ريت تقول لنا بقى الجمله اللي قبل الاغنيه اقولها لك باداء ولا عادي؟ زي ما تحب انا قلت في ناس تعيش وشاورت على نفسي وناس كتير لازم تموت 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 معلش معلش ما هو وقت الازمات بتبان الشخصيات وبتختلف الاصوات اصوات كتير كانت بتخوف هو احنا خوفنا من شويه اصوات كانت بتخوف وتقول ودعوا احبابكم واصوات كانت بتقلق وتقول السيستم الطبي واقع مفيش اماكن في المستشفيات اللي هيتعب يعالج نفسه بنفسه واصوات كانت بتطمن ناسها وتقول اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم ومن ناس تطمن وما تخافش وميعدوا المحنة يا ساتر الساتر يا رب استرها علينا يا رب واكبر خاطرنا اكبر خاطرنا يا رب ده احنا في حماك وحنانك يا رب يا كريم بتعمل ايه؟ استنى تمسكش المسكات كده بايدك يا دكتور خليها على الله هي على الله بس انت بتقول دور مهم خلي بالك من نفسك دور مهم مهم طبعا الله يخليك يا دكتور انت رايح على فين؟ رايح على المستشفى العلم ربنا معاك ويحميك يا دكتور ربنا يحميك يا رب يا دكتور بقولك اشوفك تاني ان شاء الله امتى سلم بتلاقي اللقاء نصيب يا دكتور ايوه كله نصيب واللقاء نصيب ان شاء الله ده ربنا رحمن قوي حنان قوي هيلطف بينا ان شاء الله بعمل لكم كيكة أنا اللي هعمل الكيكة لا خليك اقعد أنت طب أنا زهقان إيه يا بابا؟ مدينة بندردش ورانا إيه؟ ورانا إيه؟ على رأيك بنحكي ونفرفش ورانا إيه؟ ورانا إيه؟ تحب نتعرف ورانا إيه؟ تحب نتشرف ورانا ايه يا بابا وسلام عليك يا بابا الله 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 يا بابا وسلام عليك يا بابا سيدي منصور يا بابا ونجيك نزور يا بابا اشهد بالله يا بابا ما شك تسوى يا بابا جرح الحبيب يا بابا وعلاش تعيب الله Oh, wait.
يا سهر الليالي يا يا حلا على بالي غني 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 على الطرقات يا 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 سهر الليالي يا 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 حلا على بالي غني 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 على الطرقات يا احنا بنغني كأننا ماسكين ايد بعض كنا بنغني كأننا حاضنين بعض ما اتفقناش على الأغنية ما حفظناش حتى اللحن بس غنينا حكايتنا غنينا سوا لأنها مش هتعدي غير وإحنا سوا كنا بنفكر بعض إننا موجودين كنا بنفكر نفسنا إننا لسه عايشين كنا بندي لبعض التمام إن كله هيبقى تمام لا 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 أنا واحد من الناس اللي ما كانش ينفع يشتغلوا من جوه البيت بس كان لنا دور مهم زي العلماء والدكاترة بصراحة يعني كده أنا كنت بخاف من الفيروس حاكم شغلانتنا دي شيل دي من هنا حط دي هنا ما تعرفش الفيروس ده هيجي لك منين بس بصراحة يعني شغلانتنا شغلانة مهمة حبتين والله المهم ان وقت الأزمة كل واحد يعرف مكانه يقوم بواجبه وما يخافش ما يخافش أبدا ويتكل على الله الزمن اتغير وبقى غير الزمن الشوارع اتملت كمامات ملبية في كل حتة كنا نتعامل مع الكمامة كأنها قنابل تنفجر في وشنا في أي وقت كنا ننزل الحصر وروحنا عرفنا أغلب الناس بيرموا الكمامة في الشارع واحدة بنلمها بس محدش هيلمها غيرنا ده شغلنا وواجبنا شطح مخ العدو خط أراضينا يا ولدي يلحقش ينزل رجله التانية نكلوه نجرشوه بسناننا أجلها بنروحوه باك بس المرة دي عدوك الجواب كيف الكورونا تمشي في جسمك الطاهر يوم يميني لأمن عليها ونجرشها بسناني نفسي جيلك وأترمي تحت رجليكي بس اللي بيهون الموضوع في قلبي ان في غيري واقف يحميك الدكتور اللي بيعالجك لما زي زيين احنا
واقفين نحميك على الحدود وهو كمان واقف نسينا نتقابل في الجنة ياما. J'étais de ceux qui habitaient les laboratoires jour et nuit pour tenter de sauver l'humanité. كنت من الناس اللي بتسهر ليل ونهار في المعمل علشان تحاول تنقذ البشرية. Une lourde responsabilité. Le temps presse. Les gens meurent et chaque minute compte. المسؤولية كبيرة. الوقت بيضغط علينا. الناس بتموت وكل دقيقة بتتحسب. Pression. Tension. Peur. Fatigue. Désespoir. Non. Espoir. Détermination. Volonté. Recherche. Travail. Essai. ضغط. توتر. قلق. خوف. ضعف. يأس. لا. أمل. عزيمة. إرادة. عمل. بحوث. تجارب. تجارب. بحوث. عمل. Nous ne devons pas baisser les bras. Nous ne baisserons pas les bras. Ceci est notre combat contre l'ennemi invisible. أصل إحنا ما ينفعش نستسلم. إحنا مش هنستسلم. دي معركتنا ضد عدو ومش متشاف. Ceci est notre devoir. Nous devons trouver la bonne formule. Nous devons trouver le vaccin. Nous avons trouvé le vaccin. ده واجبنا. إحنا لازم نلاقي المعادلة الصح. إحنا لازم نلاقي الفاكسين. إحنا لقينا الفاكسين. عارف معنى إنك ما تشوفش أهلك شهرين أو ثلاثة؟ مع إنك مش مسافر ولا حاجة. ده إحنا وإحنا في العزل. إحنا كأننا كنا في حرب. في الحرب. العسكري لو وقع زميله بيشيله على كتفه ويجري بيه مش بس عشان ينقذه من الموت عشان العدو ما ياخدوش اسير وده اللي حصل مع دكتور علي زهر علي وقع بس انا ما قدرتش اشيل مش علي لوحده اللي وقع ناس كتير من زمايلنا ماتت دكتور علي دكتور فريد شفتولو ناتاليا راتي باولو عساف خافيير سارة ميلا تيكونجي كل دول في كل مكان مات احنا للأسف ما كناش بنقدر نشيل زمايلنا على كتفنا لكننا كنا شايلين الناس لما كنت اقول له يا علي انا مش قادر اتنفس من لبس العزل يقول لك مات الناس أمالها في ربنا وفي الكبير. حد حاسس بينا يا علي؟ إحنا بنقع واحد ورا التاني. يقول لي كل ما تحس إن عزيمتك قلت، افتكر القسم اللي أقسمته يوم ما اتخرجت. فاكره؟ فاكره يا علي. أقسم بالله العظيم أن أراقب الله في مهنتي وأن أصون حياة الإنسان في كافة أنوارها لما خلصت الحكاية كان لازم أول مكان أروح المكان اللي فيه كل الناس اللي ضحوا بحياتهم علشاننا
لازم اشكركم، لازم اشكركم، حاجه جميله ومبدعه جدا. فاسمحوا لي ان انا بكل تقدير واحترام واعتزاز بالعمل اللي انتم عملتوه وقدمتوه، مش بس يعني الدنيا كلها كانت بتتكلم في المسرحية ديت، فأنا بشكركم لكم كلكم، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا. 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 معروف ان منتدى شباب العالم هو المكان اللي بيتجمع فيه شباب من كل دول العالم عشان يتكلموا عن الحاضر والمستقبل. في المنتدى السنة دي في مشاركة عربية مهمة جدا، هنتكلم معاهم عن استفادتهم من خلال جلسات المنتدى في التقرير التالي، فخليكم معنا. انطلاقة هذا المنتدى يعني من أول نسخة له للنسخة الرابعة في مصر هي بمثابة رسالة. قبل ما نفوت بمجالات التخصصات داخل الجلسات والسيشنز اللي عم بتصير، أرض السلام والمحبة والتوافق دائما كانت مصر، أرض الحضارات اللي بتجمع دائما عدة حضارات من قبل التاريخ لحد ما وصلنا لهذا اليوم. اللي لاحظته بأول مشاركة إلي بهذا المنتدى كانت تعدد الثقافات الموجود والتناغم والتناسق كان بين المجموعات وبين الجلسات الحوارية قبل الافتتاح وللآن بعد الافتتاح. بالفعل هو منتدى جدا مميز وضخم، عمل ضخم، عمل كبير يقام على أرض مصر. أحب في البداية طبعا أني أقدم كل التحية والتقدير والاحترام لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي طبعا صاحب هذه المبادرة العظيمة اللي جمعت شباب العالم في على أرض مصر على مدينة السلام شرم الشيخ. لا شك هذه المنتدى لا أهميته اللي طبعا يحقق هذا النوع من التجمعات الشبابية لمناقشة قضايا العالم، قضايا الشعوب وقضايا المجتمعات سواء في الوطن العربي أو في العالم. أحب نعرف شباب العالم إيه اللي بيتم على أرض مصر والإنجاز اللي هيتم خلال 3 سنين، إن إحنا استهدفنا بالفعل الريف المصري كله. يعني كمرحلة أولى ممكن أقول لحضرتك بنتكلم عن أكتر من 20 محافظة، بتكلم أكتر من 52 مركز، بنتكلم أكتر من 5000 قرية، بنتكلم في عدد مشروعات مهول وكبير جدا جدا جدا، بنتكلم في مستهدف حوالي 700 مليار جنيه، رقم ضخم جدا، وكم مشروعات احنا بنتابعها على الارض. فحلم طالما حلمنا بيه وفعلا هو على قدر اعطاء الشعب المصري في ال5 6 سنين اللي فاتوا، فعلا دي هديه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لكل شعب مصر. ما بحبش كلمه الاعاقات، نقول الاختلافات هو شيء على مستوى العالم جديد، ويكون ان المنتدى برعايه السيد الرئيس والمنتدى كمنتدى دولي يعرض يعني الانجاز او يعرض الاهتمام او محاولة يعني
تقديم اي نموذج لهؤلاء المرضى، ده طبعا انجاز مهم لمصر وللمنتدى. منتدى شباب العالم هو فعليا منتدى لشباب العالم، لانه فعليا شفنا كل الجنسيات هون وشفنا كل شباب العالم تقريبا يعني من كل مكان. بالنسبه لمشاركه ولي العهد، ولي العهد مش اول مره يعني بيشارك في محفل شبابي، انا بحب احكي عن محفل شبابي. ولي العهد دائما موجود في اي مؤتمر شبابي او اي شيء يخص الشباب. حابين نشكر القائمين على المنتدى، لانه صراحه هذا الصرخ العظيم نقل لنا خبرة كتير منيحة من شباب العالم اللي اجتمعنا فيهم، اكتسبنا مهارات جديدة في إدارة الأزمات، في إدارة المشاريع ما بعد كورونا، ريادة الأعمال، اكتسبنا كتير خبرة في هذا المجال، وما زلنا بنكتسب خلال الفترة القادمة للأيام الضائلة للمنتدى. نقدم الشكر الجزيل للحكومة المصرية على هذا الصرح الشامخ وعلى تجميعهم للثقافات المختلفة في مكان واحد. استفدت في موضوع التعرف على ثقافات مختلفة في نفس المكان، بالإضافة لريادة الأعمال وقصص نجاح مختلفة إلى أمور كثيرة ممكن أن نستخدمها في حياتنا العملية. صراحة يعني تجربة مختلفة، لأنه في ناس أول مرة أو جنسيات أول مرة بتعرف عليها وأول مرة بشوفها، وكمان مساحة يعني للتبادل الثقافي، ومساحة لحتى تشوف الناس اللي بالدول الثانية ايش في عندهم تحديات ومشاكل. وبأوقات يعني كنت اتخيل انه مثلا في مشكلة بس موجودة عندنا في الأردن، بس بعدين اكتشف انه لا والله موجودة في دول ثانية كمان، وكيف حلوا هاي المشكلة وكيف اشتغلوا عليها. It's kind of inspiring. صراحة منتدى شباب العالم اتاح لنا فرصة كبيرة انه نتعرف بشعوب اخرى، بناس من ثقافات اخرى، بانه فعليا نمتزج مع بعض كبشر ونكون فعلا يد واحدة، ونكون بنفس المكان، ناكل نفس الأكل، نشرب نفس الشرب، ونقعد ونحضر نفس السيشنز كمان. فهذا الشيء جدا ساعدنا في أنه يذيب الفوارق اللي بيننا. أنا مبهورة بالتنظيم، بالعبيد الموجودة هنية، بالخبرات الموجودة هنية. شنو نجم نروح، بشنو نجم نروح لتونس؟ بالأفكار اللي اخذتها من هنا، يا من الاكسبرتس، من التشينج ميكرز، خاصة في موضوع الكوفيد. أما ميديكال بيولوجيست سو أم إن ذا هيلث كير فيلد، واخذت برشا أفكار كيفاش نجموا نعاونوا بلدينا إنها تتخطى الصعوبات اللي جت بعد الكوفيد، من ناحية الاقتصاد ومن ناحية يعني فروم سوشيال بوينت أوف فيو. والله أقل ما يمكن قوله إنه مصر أثبتت فعلاً إن أم الدنيا، احتضنت كل العالم، 5000 شاب وصبية من كل الثقافات من كل اللغات. والله تجربة عصية على الوصف صدقا. كيف نتعلم من بعض، نتبادل خبراتنا ونتبادل تجاربنا، نستفاد من بعض، منعلم بعض، نرجع كل واحد على بلده محمل بكم هائل من المعرفة ومن التجارب. والله الشيء لا يوصف صدقا. دولي بمشاركة صانع القرار والشباب المصريين الواعدين والقادة الشباب الدوليين. هنا تجد الهوية المصرية حاضرة وباعثة برسالة سلام إلى جميع أنحاء العالم، وهنا تجد شرم الشيخ صناعة السلام والآن تصنع التنمية والإبداع. أهلا بكم في منتدى شباب العالم. شركة الجهاز بمعرض تراثنا، وده حضرتك عارف ان معرض تراثنا بيولي اهتمام خاص بمعالي رئيس الجمهورية، نظرا لانه بيخاطب الفئة المستهدفة في الدولة بالحرف اليدوية والتراثية من جميع محافظات مصر. والله هما بينبهروا بالمنتجات بتاعتنا، والمنتجات كمان بتاعت الاعشاب الطبية وزيت الزيتون والبلح والعجوة والمنتجات التراثية بتاعتنا. والحمد لله والله احنا يعني بنبقى سعداء جدا لما بنشوفه، وتحياتنا للسيد الرئيس. هنا بنشارك بالمعروضات حقنا، يعني هذه اشياء قديمة، حقة التراث، حقة الناس القديمة من بدري، زي الرحى، زي المفارج، زي الصوف ده، زي العبايات، زي التوابة، زي المفارج دي برضه. في ناس كثيرة بتعدي في بتسأل ايش ذا، ايش انتم من وين؟ يعني احنا بنقول لهم احنا من هنا، احنا باهل البلد دي، احنا من سيناء، احنا من نويبع. نقلة لينا كلنا ان احنا نظهر على شاشات العالم وقدام العالم كله ثقافاتنا واللي بيتعمل عندنا والشغل اليدوي وكل حاجة. زمان كان ما فيش الكلام ده مع بعهد الرئيس، الحمد لله والله الدنيا اتغيرت، حتى للشباب نسبة في المشاركة في السياسية وفي كل حاجة في البلد. زي ما انت شايف كنا فين وبقينا فين.